بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة الأعزاء، نبدي الجزء السادس من المحاضرة. الجزء الخامس كان حلينا به المثال الأول، شرحنا المثال الأول. هسه المثال الثاني بنفس موضوع اليونت ستيب فونكشن. المثال الثاني يتضمن أوجد تعبير اف لتي اللي هو اللابلاس انفرس لـ2 إلى اس زائد 3 اي اس ماينس اس إلى اس تربيع ناقصا 3 اي اس ماينس 3 اس الى اس تربيع. يقول هذا التعبير، هذا الداله اللي هي هاي اف لي اس اللابلاس انفيرس مالتها راح يكون الاف لي تي. يقول هاي الداله اريدك ترسمها، توجدها وترسمها، اريد الرسم مالتها، نوجدها ونرسمها. احنا تعودنا الدوال اللي مثل هذه، اللي مثل هذه اللي حتكون عبارة عن فترات، يعني مو دوال مستمرة وإنما discontinuous، يتغير الشكل مال الدالة مع الزمن. تعودنا نكتبها بصيغة فترة، هسه هنا راح نكتبها بصيغة مستمرة، راح نشوف شلون. فنجي على هذه الخاصية الأولى إذا تتذكروها، اللينياريتي باللابلاس ترانسفورم. اللينياريتي انه هذا اللابلاس واللابلاس انفرس اقدر ادخله على كل الحدود اللي بالمقدار اللي ينطينا اياه. فتشوفون هنا انا الاثنين الى اس اللابلاس انفرس مالته هو 2 في 1، 2 في 1 على اس يعني 2 في اليو لتي. احنا قلنا الواحد هنا بهذا الموضوع باليونت ستيب فانكشن الواحد هو يو لتي، يو لتي السي مال الدالة، هنا السي للديسكونتينيوس يعني الديسكونتينيوسلي هو السي هنا 0، فاثنين في اليو لتي يعني 2 في 1. اللابلاس انفرس لـ3 في الاي اس ماينس اس الى اس تربيع، هذا تعلمنا انه نقول هو التحويل، يعني اللابلاس انفرس راح ينطيني هو اليو لتي ناقصا 1، لانه هذا قلنا نطلع الاي اس ماينس اس، هذا السي مالته 1، يولتي ناقصا 1، والمتبقي من الدالة 3 إلى اس تربيع هو شنو؟ الواحد على اس تربيع هو اللابلاس لإلمن للتي للاف لتي لما تساوي لنا تي، اللابلاس لها هو 1 على اس تربيع. هنا أنا مضروب في 3، وبما انه مضروب بيونت ستيب فاذا راح يكون لتي ناقصا 1، مثل الزمن ياخذ مال اليونت ستيب، ياخذ الزمن مال اليونت ستيب، اليونت ستيب فانكشن. الا بنفس الطريقه اللابلاس انفرس ل3 اي اس ماينس 3 اس الى اس تربيع راح يكون عندنا يو لتي ناقصا 3 مضروب في 3 تي ناقصا 3، نفس الطريقه. هسه لحجمعهم كلهم اخليهم بالدالة مالتي اللي هي الاف لي تي، اجمع هاي النواتج كلها اخليها هنا، راح تصير عندي الاف لي تي تساوي لي هذا المقدار، هذا المقدار 2 يو لي تي زائد يو لي تي ناقص 1 في 3 تي ناقصا 1 ناقصا يو لي تي ناقصا 3 مضروبة ب 3 للتي ناقصا 3. لاحظوا نفس الإشارات، هاي السالب من هنا جاية، هاي السالب اللي هي هنا جاية من هنا. لاحظوا هنا فد ملاحظة مهمة، هذا الموضوع شنو فائدته اللي أخذناه؟ هذا الموضوع اليونت ستيب، إحنا كنا مثل هيك معادلة، مثل هيك دالة الإف لي تي، لما تكون مجزأة، لما تكون في فترات، شلون أعبر عنها؟ أعبر عنها بالشكل هذا. انه الاف لي تي تساوي لنا 2 بالفتره تي اكبر من 0 واقل من 1، الاف لي تي يساوي لنا 3 تي ناقصا 1 لما تي اكبر من 1 واقل من 3، فترات نحولها. هسه هنا صارت بنستخدمنا اليونت ستيب فانكشن، صارت 2 يو لي تي صارت بمعادله واحده اقدر اخليها. قبل ما ناخذ هذا الموضوع ما كنا نقدر نخلي الاف لي تي اللي هي مجزأه اللي هي عباره عن فترات مو داله مستمره ديسكونتينيوس،
كنا نخليها بشكل فترات مثل هذه. وهسه هاي حنشوف ليش هي هاي فترات، ليش هي هاي فترات. لاحظوا هنا اليوليتي معناها شنو؟ معناها قيمة الدالة. هسه قبل ما تصير الدالة واحد، ليش واحد؟ لأنه هنا من تصير الدالة واحد، عفوا الزمن، الزمن هنا من صفر إلى واحد، ليش؟ أعرفه من اللي بعدها، اللي بعدها هذه راح تشتغل شو وقت؟ قلنا هاي قيمتها صفر، قلنا هاي قيمتها صفر لكل تي شقد أقل من سي. من يصير التي الزمن مساوي لسي أو أكبر راح تصير هاي قيمتها واحد. فهسه هاي قيمتها صفر وهاي أيضا قيمتها صفر، بين الصفر والواحد هاي صفر وهذه صفر، إذا بس هاي تشتغل بين الصفر والواحد، بين الصفر والواحد بس هاي تشتغل، هذه تشتغل من الصفر إلى ما لا نهاية حسب ما عرفنا، لأنه السي مالته هو صفر، فكل زمن أكبر من الصفر هذه بي قيمتها واحد، اليوليتي قيمتها واحد. طيب بعدين من يصير الزمن واحد هذه راح تبدأ تشتغل، هاي راح تصير قيمتها واحد، فتصير عندي هذه زائدا هذه إلى حد الزمن يساوي ثلاثة، بالزمن يساوي ثلاثة هذه راح تشتغل، راح تصير عندها. لهذا الفترات هاي اللي دا تشوفوها هسه، هاي الفترات هنا الافلي تي يساوي لنا اثنين من صفر إلى واحد، التي أكبر من صفر وأقل من واحد، هذا يشتغل بس هذا. قيمة الافلي تي يساوي لنا اثنين في واحد يساوي لنا اثنين. بعدين بالزمن يصير واحد، من الزمن يصير واحد وأكثر هذه راح تشتغل، السي هنا واحد هذه راح تشتغل الدالة، من راح تشتغل هذه نضاف القيمة هذه راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي معادلة خطية، هذه مضروبة بتي ثلاثة، تي ناقصا ثلاثة إذا أدخل هاي الثلاثة على القوس، مضروبة بواحد يعني حصير ثلاثة تي ناقصا ثلاثة زائدا اثنين اللي هي حصير ثلاثة تي ناقصا واحد، هاي بين من وبين من؟ بين الواحد والثلاثة، التي أكبر من واحد وأقل من ثلاثة. خلنا نشوف بالزمن، لما الزمن يساوي لنا ثلاثة هذه راح تبدي تشتغل، هذه اللي كان الصفر راح تبدي تشتغل، يو لتي ناقصا ثلاثة تصير هاي واحد بالزمن يساوي لنا ثلاثة، ثلاثة فما فوق هذه تبدي تشتغل تصير واحد، فصير عندي ثلاثة تي يعني هم ثلاثة تي ناقصا تسعة هالمرة، ثلاثة تي ناقصا تسعة. طيب أنا عندي هنا اثنين، وعندي هنا اثنين في واحد، وعندي هنا ثلاثة تي ناقصا ثلاثة، وعندي هنا ثلاثة ناقصا ثلاثة تي ناقصا تسعة، ناقصا تسعة لأن الثلاثة هاي أقدر أدخل على قوس، هنا ما يدخل على قوس، هذا معناها يونت ستيب للثلاثة ناقصا التي ناقصا ثلاثة، هنا لا هذا مقدار ثلاثة تي ناقصا تسعة يصير. طيب من أوجد هنا أوجد حاصل الجمع مالتهم، هنا اثنين وهنا ثلاثة تي ناقصا ثلاثة وهنا ناقصا ثلاثة تي راح يصير زائدا، لأن هذه الناقص تدخل عليها زائدا ثلاثة في ثلاثة تسعة، راح يصير عندي حاصل الجمع مالتهم يساوي لنا ثمانية، ثمانية أيضا قيمة ثابتة، هاي بالتي أكبر من ثلاثة. لاحظوا أنا كنا قبل الديسكونتينيوس فانكشن أقدر أعبر عنها بهالصيغة، هاي فترات أسويها فترات، هسه أقدر أعبر عنها مرة واحدة، افلي تي يساوي لنا هذا المقدار. شو وقت هاي من استخدمنا اليونت ستيب فانكشن، استخدمنا اليونت ستيب، هذه تنطينا انطباع. هسه نشوف الرسم مالته شلون يصير، اجي ارسم كل واحد من هذول، هنا مقدار ثابت بين الصفر والواحد مقدار ثابت، لاحظوا الرسم، لاحظوا الرسم مال الداله هنا دا شوفنا شلون هذه صارت بيكوز ويز، يعني هاي شلون صارت، هاي اللي شرحتها قبل شوية على المعادلة،
ليش بين الصفر والواحد الاف تي يساوي لنا اثنين، وليش بين الواحد والثلاثة الاف تي يساوي لنا ثلاثة تي ناقصا واحد، وليش بالتي اكبر من ثلاثة الاف تي يساوي لنا ثمانية. وهذا الرسم مالته هسه نشوفه، لاحظوا هنا الرسم مالته هذا، بين الصفر والواحد قيمة الاف تي هي تساوي لنا اثنين قيمة ثابتة، بعدين بين الواحد والثلاثة حصير معادلة خطية اللي هي هذه ثلاثة تي ناقصا واحد، وبعدين بين الثلاثة فما فوق ثلاثة فما فوق لحصير عندي الاف تي تساوي لنا ثمانية قيمة ثابتة، لاحظوا قيمة ثابتة تساوي لنا ثمانية. هذه يعني مثلا عندنا فد سيستم معين الاداء مالته الاف تي اللي هو الاداء مالته المخرجات مالته بين تتغير مع الزمن، شغل يعني جهاز معين او فد منظومه معينه تشتغل على هاي الداله، تشتغل وفق هاي الداله انه بين الصفر بين الصفر والواحد الاداء مالته هذا كميه مقدارها اثنين. هذا السيستم سواء ينطيني مثلا خلينا نقول تدفق، خلينا نقول يعني تدفق لمادة معينة، خلينا نقول سرعة لجهاز معين، خلينا نقول يعني أي شيء ليتغير مع الزمن، فد فولتية فد كهربائية مع الزمن ده تتغير بهالشكل هذا، من الصفر إلى واحد اثنين قيمته، من الواحد إلى الثلاثة هاي المعادلة الخطية الأداء يكون خطي لهذا السيستم كمثال. زين من الثلاثة وفوق لح يصير خط ثابت يعني مقدار ثابت قيمته ثمانية. هذا هيك دوال هسه قدرنا نعبر عنها وقدرنا نعرفها بعد أن عرفنا اليونت ستيب فانكشن. طبعا هذا المثال الثاني. المثال الثالث هنا عندي هذا المثال الثالث، شوفون شوية يعني حاصل ضرب بين قوسين هذني، حاصل ضرب القوسين هذولا مقدار، هذا بس مجرد تبسيط. أيضا يريد الافلتي يساوي لنا لابلاس انفيرز، ما لح اشرحها بالتفصيل مثل ذاك المثال، حخليه عليكم. اللابلاس انفيرز لي هذا المقدار، يقول اوجد لنا الافلتي يعني صفي لنا هذا المقدار، اللابلاس انفيرز طلعها إليه وسو طلع لي الافلتي من عده، وايضا ارسم لي الداله الافلتي اللي حتطلع. هذا تلاحظون هنا مجرد عمليه تبسيط لهذا المقدار، حاصل ضرب هذني القوسين يطلع لي هذا المقدار، وبعد ابسطه هنا حتى اسوي كل واحد كل حد من حدود هذا المقدار اخليها منفصله حتى اقدر اخذ اللابلاس انفرز بشكل صحيح. لاحظوا هنا يعني من الشكل مبين، دعنا من يعني هنا الثوابت اكيد هذه يونت ستيب يولي تي، الناتج مضروبه بتي، طبعا مضروبه بتي، هنا الواحد على اس تربيع مضروبه بتي، يعني هي الواحد على اس تربيع هو اللابلاس انفرس لها هو حيكون تي اكيد. هنا لما تكون السي تساوي لنا اثنين يعني الزمن يساوي لنا اثنين، ايضا واحد على اس تربيع اللي هو اللابلاس الى اللابلاس انفرس الى راح يكون ايضا تي. فنشوف هنا السي يساوي لنا 4، هنا السي يساوي لنا 6، والداله تقريبا نفس الداله لكن اكو فرق تحول بالاشارات ايضا ننتبه عليه. فنشوف هنا الناتج مالتها يولي تي مضروبه بتي، من هذا يولي تي، هنا السي يساوي لنا صفر، هنا السي اي والسي اس، هنا السي يساوي لنا صفر، فتطلع واحد على اس تربيع تبقى. يعني اليولي تي هي مقدارها واحد في تي ناقصا هذا، الاي اس ماينس 2 اس يعني اطلع منه يونت ستابلتي ناقص 2، والباقي هو تي اللي هي الواحد على اس تربيع تي هذه ناقصا 2، لازم اخليها من السكند شيفت ثيورم. و
المقدار الثالث هذا والمقدار الرابع هذا تحويل لابلاس انفرس إلى طلعنا. هسه هذه شلون اصفيها ويا الزمن؟ يعني حصل عندي فترات، الفترة الأولى من الصفر إلى وين هذه تظل تشتغل؟ إلى حد التي يساوي لنا 2. ليش؟ بالتي يساوي لنا 2 هذا راح يبدي يشتغل. هذا كان صفر، يعني بين التي يساوي لنا صفر إلى، من التي يساوي لنا صفر إلى 2 بس هذه تشتغل، لأن هاي تشتغل من الصفر إلى ما لا نهاية، فبس هاي تشتغل. لما تي يساوي لنا 2 هذه يعني هذن يعني بين الصفر، بين الزمن يساوي لنا صفر الى 2، هذني صفر، هاي صفر لحد الاثنين يلا تصير 1، وهاي ايضا صفر لحد الاربعه يلا تصير 1، وهذه الزمن 6 يلا تصير 1، هاي صفر. فبالبدايه كلهم صفر بس هذه تشتغل. من يصير الزمن 2 هذه تشتغل، هاي بعدها، هاي إلى أن يصير الزمن 4، وهاي إلى أن يصير الزمن 6. فمن يصير 2 هذا وهذا 2 هذني يشتغلن، هذا اللي هو من الصفر إلى ما لا نهاية يشتغل، وهذا راح يشتغل وياه. بالزمن يساوي لنا 4 ذولا الثلاثة راح يشتغلون، هذا يشتغل وهذا يشتغل لأن هذا ورا الاثنين اشتغل، وهذا راح يبدي يشتغل بالأربعة. بالزمن يساوي لنا 6 كلهم ذولا حيشتغلون، هذا راح ينضاف وياهن، هذا وهذا وهذا وهذا، أربعتهم راح يشتغلون بالزمن يساوي لنا 6 فما فوق. فهسه حنشوف كل وحدة منهم حسب الفترات، بين الصفر والاثنين قلنا بس هذا يشتغل. الأفل تي يساوي لنا تي اللي هو بس هذا، 1 في تي. بين الاثنين والأربعة هذا وهذا يشتغلن، البقية صفر، لاحظ بقية صفر. صفاهن هنا تي ناقصا تي زائدا 2 راح يصير الافل تي يساوي لنا 2. طيب بين الأربعة والستة ايش راح يشتغل؟ بين الأربعة والستة هذن الثلاثة يشتغلن، الرابع صفر. بين الستة فما فوق، من الستة فما فوق راح تشتغل كلهن، الأخير هم راح يشتغل، راح يصير قيمة الدالة 4. راح نشوف شلون نرسمها هاي بالفترات مالتها. لاحظوا انا قلت هاي اخليها عليكم، لاحظوا هذا شكل الدالة، هذه البداية معادلة خطية، بعدين يصير ثابت، قيمة ثابتة مقدارها 2 بين الاثنين والاربعة، بعدين بين الاربعة والستة ايضا معادلة خطية، معادلة خطية، بعدين بين الستة فما فوق أيضا خط مستقيم، قيمة ثابتة كونستانت. هنا معادلة خطية اللي هي بين الأربعة والستة، هي بين الأربعة والستة، لاحظوا تساوي لنا تي ناقصا 2، هاي المعادلة بين الأربعة والستة تشتغل معادلة خطية. هنا كونستانت مقدار ثابت قيمته 4، وهكذا لهنا. وأشكركم. المثال الرابع يعني بعدين ناخذه حتى نصير عندنا المحاضرة طويلة، تصير صعبة